كابتن حمد، مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير يا كابتن محمد. انا تحياتي لحضرتك كابتن، ومبروك النهارده. والله الحمد لله يا كابتن محمد، الحمد لله، ده كرم ربنا كبير. فوز كبير جدا وعلى نادي كبير زي النادي الاسماعيلي، لعيبه ادت مباراه كبيره وعملت مجهود كبير، بشكر اللعيبه طبعا، لان يعني بفضل الله وحده للعيبه طبعا، وطبعا شغل بقى كابتن اياد يعني بعديهم خالص. طيب كابتن، يعني فوز النهارده مهم وعلى فريق كبير، ولكن يمكن الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه. يعني هل انتوا كنتوا عاملين حسابكم في الجزئيه دي في اثناء او ما قبل المباراه كابتن، ان الاسماعيلي مش في حالته، فبالتالي لازم تنزلوا بقوه ضربه بامور خاصه فنيه انتوا ممكن تكونوا عاملين حسابكم عليها؟ والله طبعا دي امور بتتحط في الحسبان يا كابتن محمد، لكن طبعا انت النادي الاسماعيلي نادي كبير عنده لعيبه كبار جدا وعنده جهاز فني، يمكن عدم الاستقرار شويه في الاجهزه الفنيه هو اللي عامل شويه قلق شويه في الفرقه، لكن انت بتلعب النادي الاسماعيلي في اي وضع. ما لو اتكلمنا يعني برضو على مصر المخصصه، تلاقي عندنا خط الديفنس كله مش موجود معانا النهارده، عندنا ناقص طبعا، بس مش احنا اتعودنا خلاص، عودنا لاعيبتنا اي حد موجود هو هيشتغل ويؤدي بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم فيه ونفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، بنفس النظام، نفس السيستم اللي احنا بنشتغل بيه، فاللعيبه خلاص بتبقى مقتنعه بالكلام دوت، فانت بتجهز اللعيبه على اي وضع يبقوا موجودين فيه. طبعا النادي الاسماعيلي زي ما بقول لك هو بس الحاله طبعا التضارب شويه في موضوع الاجهزه الفنيه، طبعا اكيد كان في الحسبان، لكن انت كنت محتاج 3 بونت مهمين جدا، مصر المخاصه ما شلنا كل ده من دماغنا. احنا النهارده الثلاثه بونت دول كانوا هيفرقوا معانا جدا جدا جدا، والحمد لله هيخلوك بس عندنا 6 ايام لغايه مباراه اسوان، هيخلوك تشتغل بشكل يعني تبقى في حاله معنويه عاليه. طبعا يا كابتن محمد، فالحمد لله رب العالمين. تشكيله النهارده يا كابتن، وعلى اساسها انتوا كنتوا شغالين الشغل التكتيك بتاعكم، كانت بتعتمد على ايه امام نادي الاسماعيلي؟ والله يعني احنا شغلنا كله ان احنا بنوقف ناس، يعني بنوقف 3 ورا وبنشتغل، بنخلي عصام صبحي بيبقى طرف من الطرفين، وبندخل مفتاح، فبيبقى عندك العدد الكافي في نص ملعب، خالد اوتش ومفتاح وبيكلي وهشام محمد، يقدروا يبقى عندهم الاستحواذ الكافي عشان نقدر نخرج بطرفين عندنا، اذا كان عصام اذا كان فواضي، فيبقى عندك حد تقدر تتنفس عليه وتقدر تشتغل. الكلام ده طبعا بيبقى محتاج شغل كبير جدا. طبعا مفتاح النهارده كان اول مباراه ليه بعد كورونا، وبقاله فتره ما اتمرنش معانا، بس هو من اللعيبه المهمه عندنا، واحنا كنا لازم يلعب معانا فتره طويله جوه المباراه بحيث ان هو يجهز للمباراه اللي جايه زيه زي كل زمايله. طيب كابتن، عايز اسالك الفارق ما بين المباريات اللي فاتت ومباراه النهارده بالنسبه لمصر المقصه. النهارده كان في بعض التصريحات لكابتن ايهاب ما بعد اللقاء، يعني في المؤتمر الصحفي قال لك احنا كنا كويسين، يعني اللي قال علينا ان احنا، او في بعض طبعا الصحفيين قالوا ان انتم ما كنتوش في حالكم ممكن، وان انتم فزتوا وانتم مش في حالكم اللي هو المعتاده يعني بما معناه، وفي نفس الوقت النتائج السابقه بالنسبه لنادي مصر المقصه كانت مش بنفس حجم نادي مصر المقصه في السنين اللي فاتت. الفرق يا كابتن ما بين الفتره اللي فاتت والفتره دي برضه يا كابتن محمد، يعني لازم نحط في الحسبان بتاعنا الاحلال والتجديد اللي حصل في مصر المخصصه في اخر فتره. بتتكلم في لعيبه مهمه جدا، اكتر من 19 لعيبه كانوا بيلعبوا اساسيين السيزون اللي فات، فانت بتعمل احلال وتجديد، فلازم طبعا اكيد الاداء بيتهز طبعا، ولكن انت بتحط سيستم واللعيبه كلها بتشتغل عليه، لكن طبعا الفوارق في اللعيبه هو اللي هيفرق في حاجات معينه جوه الشغل، فلازم طبعا هتحس بالتاثير دوت. لكن ما نيجي نبص في كل المباريات اللي احنا اشتغلناها بشكل كويس جدا، عملنا فيها شغل كويس جدا، لكن ما كانش لينا نصيب ونكسب، ما نعرفش ايه يعني التوفيق ما كانش معانا طبعا. لكن النهارده في روح مع يعني حتى واحنا بنتكلم اللعيبه في روح كويسه جدا زيها زي مباراه الجيش، فاللعيبه بتأدي بشكل عايزين يكسبوا الثلاثه بونت، وديت اللي هي فرقت النهارده، مع انك انت بتحافظ على شكل الفرقه والنظام جوه الفرقه، ده اللي هيفرق كتير جدا يا كابتن محمد وانت شغال. لازم النظام يبقى موجود جوه الفرقه، وده اللي في الاخر بيفرق فرقه بين فرقه، اذا كنت انت بتقدر تحافظ على شكل اللعب بتاعك اطول فتره ممكنه في المباراه او لا. طيب كابتن ايهاب برضو اتكلم على الجزء المادي، يعني فكره المستحقات اللاعبين، هل مقصره معاكم ولا الامور؟ والله بص احنا يعني ان شاء الله مش هتاثر باذن الله، هنحاول طبعا، يعني انت عارف لازم اللعيبه يا كابتن محمد من غير اموره الماليه تبقى مستقره، حتى لو هو
هتدوس عليه في النواحي الفنيه اه، لكن في حاجات ثانيه بتبقى شغله اللعيب. فاحنا ان شاء الله بس باذن الله تستقر الفتره اللي جايه يبقى الشكل مختلف تماما يعني. لكن احنا بنقول الحاجات الماليه ديت مهمه جدا للعيب، لان ديت يعني احنا بنا كلنا كابتن محمد وكلنا لعيب الكوره وكلنا اللعيب من غير ما هو بياخد تعب وشقاء والماده بتاعته، اذا كان ما بين مكسب، اذا كان نسب العقود بتاعته، اذا كان دي كلها دي اللي هتفرق مع اللعيب. فانا ان شاء الله باذن الله تبقى الامور مستقره وان شاء الله ما يبقاش عندنا مشاكل باذن الله الفترات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن. ان شاء الله عندكم الماتش الجاي مين يا كابتن قلت لي؟ اسوان ان شاء الله يا كابتن باذن الله. ماتش جامد جدا وماتش فرقه. لا هو ما فيش يا كابتن خلاص المباريات في الدوري المصري بقت الله ينور عليك يا كابتن، ما فيش سهل خالص يعني. كل الفرق مدعمه بشكل كويس، كل الفرق بتأدي بشكل كويس، والمباريات بتبقى في منتهى القوه، فلازم تقابل كل مباراه بمنتهى القوه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن محمد.